احنا في لوقا 9:23. طيب راجع بس اخر باراجراف، بيقولوا ان انجيل لوقا ساعات يسموه انجيل الصلاة من كتر ما بيركز كتير على ان ربنا يسوع له المجد كان بيصلي كتير. وفي مرة وهو بيصلي على انفراد، كانوا تلاميذه معاه. طب ازاي على انفراد التلاميذ معاه؟ قلنا انه ممكن يكونوا شايفينه بس هو بيصلي لوحده، زي ما حصل في جسيماني كده. سألهم بيقولوا علي الناس ايه؟ قالوا له بيقولوا فلان يوحنا المعمدان او ايليا او واحد من الانبياء. قال لهم انتوا بتقولوا ايه؟ اجاب بطرس وقال مسيح الله. ونفتكر في انجيل متى انه ساعتها ربنا شهد لبطرس وقال له طوباك يا سمعان ابن يونا، ان لحما ودما لم يعلن لك لكن ابي الذي في السماوات، وعلى هذه الصخره ابني كنيستي. لكن انتهرهم واوصى الا يقولوا ذلك لاحد علشان ما يعطلوش صليبه، لانه بولس الرسول في كورنثوس الاولى يقول لانهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. لو الناس أدركت أن يسوع هو المسيح ابن الله ما كانوش هيتجسروا على صلبه، فما كانش عاوز كل الناس تعرف في الوقت ده. بعد القيامة قال لهم اذهبوا واكرزوا للعالم أجمع، إنما قبل القيامة ما كانش عاوز غير أن خاصته القريبين بس هم اللي يعرفوه عشان بعد كده يشيلوا الكراز. بعد ما قبل الشهادة لنفسه كمسيح الله قال أنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. ودي برضو اللي يرجع لبقية الأناجيل يلاقي انها عملت مشكله، لان بطرس ساعتها انتهر وقال له لا بلاش السيره دي، بلاش حكايه الالم والصليب والعذاب. وربنا يسوع وبخه، يعني بعد ما مدحه رجع وبخه. مدحه لانه اعترف بالمسيح كاله او بان ربنا يسوع المسيح هو ابن الله، ووبخه لانه ما قبلش ان المسيح يتالم. وللأسف في ناس كثيرة كده مستعدة تقبل المسيح في مجده لكن مش عاوزة تقبل المسيح في صليبه. يحبوا يسمعوا عن سيرة المسيح صانع المعجزات، إنما المسيح المصلوب المهان ما يحبوش يسمعوا سيرته، لأنه مسيح المعجزات هيعمل لهم معجزات وهيريحهم، مسيح المجد هيديهم مجد، طب ومسيح الصليب هيشيلهم صليب. وده اللي قاله هنا. وقال للجميع عدد 23 إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. كان في ناس كتيرة مشوا ورا المسيح له المجد، إنما اللي ماشيين وراه مش كلهم يستحقوا كلمة تلاميذ، أو مش كلهم ماشيين وراه بصدق، وكثير منهم ماشي عشان يتفرج على معجزات أو يتمتع بمعجزات ممكن تحصل معه، أو زي ما حكينا قبلها يأكل ببلاش زي يوم الخمس خبزات. ففاجئهم ربنا يسوع بالحقيقة دي، اللي هيمشي ورايا لازم ينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. في هنا ثلاث أفعال، يا ريت الموبايلات تطفي من فضلكم، ثلاث أفعال مهمة: ينكر ويحمل ويتبع. يعني إيه الواحد ينكر نفسه؟ كتير ما الواحد يسمع إنكار الذات إنكار النفس،
كلمة ينكر يعني يدعي عدم المعرفة. بعد الشر لما يتقال من ينكركم، من أنكرني أحد أنكره أمام ملائكة أبي الذي في السماوات. يعني لو قلت ما تعرفش المسيح في الدنيا هيقول لك في السماء ما عرفكش. فهنا الإنكار بمعنى عدم المعرفة. طب هو الواحد يقدر ما يعرفش نفسه، ينكر نفسه يعني ما يعرفش نفسه؟ ما يعرفش نفسه إزاي؟ يعني احتياجاته وطلباته ومزاجه وراحته وأطماعه وشهواته كل ده ما يعرفوش، ما يهتمش بيه، ينساه. طب امال هيعيش ايه بقى؟ هيعيش ازاي؟ لا، ما هو اللي هينسى نفسه هيلاقي حاجات كثيره ينشغل بيها، هيلاقي ربنا والناس ياخدوا المكان، مكانه هو. انكار النفس او انكار الذات معناها ببساطه ان الواحد يتضع لدرجه انه ينسى نفسه تماما. يعني انكار النفس والتواضع قرايب. يعني لو واحد قال انا ما بفهمش انكار الذات، انا بفهم التواضع، تقريبا هي لان التواضع يوصل بالانسان انه ينسى نفسه، ينسى ذاته خالص، ما يفكرش ابدا هو عاوز ايه، يفكر ربنا عاوز ايه والناس عاوزه ايه. طب انت عاوز ايه؟ يقول عمري ما سألت نفسي انا عاوز ايه، مش مشغول انا عاوز ايه، انا شيء عاوز اعرف ربنا عاوز ايه والحواليا عاوزين ايه، ويفضل عايش بالطريقه دي. اللي ينكر نفسه لو الناس نسيته مش هيصعب عليه، لكن اللي مشغول بنفسه لو الناس نسيته هيصعب عليه اوي. اللي ينكر نفسه حتى لو سمع إهانة هيحتملها، لأنه بتعبير بولس الرسول نفسي ليست ثمينة عندي، نفسي ليست ثمينة عندي. إنما اللي نفسه ثمينة عنده لو سمع أقل كلمة هيفور لكرامته وهتقلب الدنيا. اللي ينكر نفسه عمره ما يفتكر إنجازاته، مش هيقول أنا عملت وقدمت وضحيت وتعبت، لا ده كده يبقى فاكر نفسه كويس أوي. إنما اللي هينكر نفسه هينسى كل اللي بيعمله، ولو قالوا له أنت عملت يقول أبدا ما عملتش حاجة، أنا ولا حاجة ما عملتش حاجة. اللي شايف نفسه كبيرة بيرصد إنجازاته روحية كانت أو بشرية أيا كانت. اللي بينكر نفسه بيشوف عيوبه وما بيشوفش ميزاته، واللي بيحب نفسه زيادة بيشوف ميزاته وما بيشوفش عيوبه. اللي بينكر نفسه بيقدر يحب الناس لأنه بينسى نفسه. الحب يعني الواحد يطلع بره نفسه، برا نفسه. بدليل ايه؟ كلنا ممكن ننكر نفسنا شوية مع ولادنا، يعني تبدي مصلحة ولادك على نفسك وتنسى نفسك من اجل اولادك. ايه اللي خلاك تعمل كده؟ عشان بتحبهم او فساعتها حتى لو تعبوك بتنسى التعب، لكن لو حد تاني ما بتنساش. كأن إنكار النفس هو مدخل الحب أو مرتبط بالحب. على قد ما الواحد يقدر ينسى نفسه على قد ما هيقدر يدي نفسه للناس ويعيش لصالح الناس، كده بيبقى بيحب الناس وربنا. ربنا يسوع له المجد أكتر واحد أنكر نفسه. ده أنكر نفسه بدرجة أعلى جدا من المطلوب مننا، لأنه تعبير بولس الرسول في رسالة فيلبي يقول أخلى ذاته. دي درجة بقى
يمكن فوقينا ما نقدرش احنا عليها. ليه؟ لان هو تنازل من درجة مجد الالوهية الى ذل العبيد. تنازل كتير قوي. يعني احنا يوم ما هنتنازل، هنتنازل عن ايه؟ ما احنا تراب والى التراب نعود. احنا بس مخشوشين في روحنا. فانكار النفس بالنسبة لنا يمكن لا يزيد عن اكتشاف الحقيقة دي. انت يا ادم تراب والى التراب تعود. لا، بالنسبة لربنا انكار النفس لحاجة حقيقية جدا ودرجة عالية قوي. اخلى ذاته اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، واذ وجد في الهيئة كانسان اطاع حتى الموت، موت الصليب. لما الواحد يبص على المسيح له المجد اللي في تجسده اتضع جدا وانكر نفسه ذاته وترك مجده وتزل معانا في الدنيا واكتر مننا، يقول له صح يا رب، انا كده فهمت يعني ايه انكار النفس. انكار النفس ان الواحد ينسى اي كرامة لنفسه ومجد لنفسه وينشغل بالمسيح اللي بيحبه اللي هو عمل كده بالتالي عشان. فبيقول له ان اراد احد ان يأتي ورائي، اللي عاوز يمشي ورايا فلينكر نفسه الاول، لان دي تيجي قبل الصليب، لان التجسد جه قبل الصليب. ربنا يسوع له المجد، اخلى ذاته اخذا صورة عبد وبعدين دخل على الصليب. انما لو دخل على الصليب ربنا يقول بقى شوية البشر الاشرار دول يصلبوني انا البار، طبعا ما كانش هيتصلب ابدا لو فكر بالطريقة دي. لو فكر في قولة ده حق مين، ده الصليب ده حقنا، احنا اللي نستاهل نموت 100 مرة. انما هو بشهادة اللص نفسه قال ما يستاهلش الموت ده ولا البهدلة دي. لكن الذي انكر نفسه حين تأتي عليه الام يقبلها بفرح، ما استكترهاش لانه انكر نفسه متواضع. انما اللي معرفش ينكر نفسه ده اي الم يجي يقول في باله وهو بس ربنا بيعمل فيا كده ليه، وهو ربنا مستقصدني. يمكن ايوب الصديق ما كانش عرف انكار النفس، وعشان كده لما جاله صليب تقيل، صليب تجربة تقيلة، ما قدرش يحتملها. طبعا ربنا ما يسمحش لينا بتجارب صعبة زي كده، لكن هو كان راجل بار، لكن كان ناقصه حتة انكار النفس دي. كان عارف انه كويس فمش قادر ينسى نفسه، حاسس بذاته بكرامته بإنجازاته بفضله. فلما تجيله أيام صعبة يساوم ربنا ويتخانق معاه، أنت بتعمل فيا كده ليه؟ أنا مش وحش عشان تعمل فيا كده. إنما اللي بينكر نفسه مهما ربنا اداله وسمح له بيقبل ويقول أنا ما أنا. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم. طبعا ربنا يسوع قبلها على طول قال يتألم ويرفض ويقتل. يعني ما كانش كلمة الصليب كلمة رمزية بالنسبة لهم، لأنه قبلها بآية على طول بيتكلم عن نفسه بيقول ينبغي ابن الإنسان أن يتألم ويرفض ويقتل. فكان بيتكلم عن موت وعن دم وعن بهدلة وعن صليب بجد. إنما بيقول لازم أنتوا كمان تشيل صليبك كل يوم. طبعا يعني في وعظ كتير في الموضوع، لكن احنا يعني بناخد تأملات سريعة كدرس كتاب. سكة السماء كده ما كانش فيها صليب يبقى انت ماشي غلط. هي سكة الملكوت كده، سكة المسيح كده، يدخل من الصليب يطلع القيامة على السماء. انما ما فيش قيامة من غير صليب، والصليب اخره سماء، فعاوز السماء عدي على الصليب وتشيل صليبك كل يوم. ساعات ربنا يدينا الصليب جاهز بتجارب بألام بضيقات، وما أكثر الضيقات والألام في الدنيا.
والناس بتتذمر وتزعل، ويمكن مش واخدين بالهم ان ربنا وفر عليهم المأمورية وحط لهم الصليب هدية عشان يدخلوا السماء. اظن ان كل واحد فينا يدخل السماء بنعمة ربنا لن يكف عن الشكر والتسبيح لله على كل ألم عدى عليه في حياته مهما كان قدر، ويكتشف ان الحاجات دي هي اكتر حاجة امنت سكته للسماء، ضبطت خطواته للملكوت بالألام دي والتجارب. ده لدرجة في ناس من اتضاعهم لما يلاقوا الدنيا هادية يخاف ويقولوا هو احنا طلعنا بره الخط ولا ايه؟ مالها الحكاية هادية ليه؟ مفيش تجارب ليه؟ يقول لهم معلش، لو مفيش صليب جاهز من السماء الصلبان كتير، ما ألام الناس كتير قوي، يلا تعالوا نشيل صليب كل يوم، صليب فلان وصليب علان وصليب مرض فلان وإعاقة فلان وتجربة فلان وضيقة فلان وفقر فلان، ها صلبان. اللي يقول إن مفيش صلبان يبقى مش شايف حاجة، ده الدنيا مترشقة صلبان في كل حتة من فقر ومرض وأحزان. واللي يشيل، اللي عاوز يمشي ورا المسيح يحمل صليبه كل يوم. طب هتقول ده مش صليبي؟ هقول معلش، ما انت لما تشيله هيبقى صليبك، لما تحطه على كتفك تعب اخوك بقى صليبك انت، يحمل صليبه كل يوم. في صليب تاني هو صليب الظلم او الوصية عامة، لكن بالذات عاوز اتكلم عن الظلم. في واحد يتظلم ويبقى مش طايق نفسه وعاوز يكسر الدنيا عشان الظلم اللي هو فيه. طب ما هو الظلم ده أول خطوة كان في الصليب، المسيح اتقال عليه ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاء. زعلان ليه؟ ما يمكن الظلم اللي انت فيه ده هو اللي دخلك الملكوت. انت يعني هتبقى مبسوط تاخد حقك في الدنيا وفي الآخر تروح جهنم تقول يا ريتهم ظلموني وقطعوني حتت بس ما كنتش أجي هنا؟ إنما يحمل صليبه كل يوم يعني يحتمل الظلم. وإيه يعني لما تتظلم؟ ما المسيح له كل المجد الظلم. إيه يعني يتهموك غلط؟ ولا يفهموك غلط؟ ولا يقولوا عليك كلام بطال؟ ولا يظلموك في فلوس؟ وإيه يعني؟ إذا كانت دي سكة السماء خلينا نمشي فيها. ينكر نفسه يحمل صليبه كل يوم. كل يوم كمان معناه ان الواحد يختار التعب بنفسه كل يوم، والتعب قدام عينينا. اللي بيدور على الراحة على طول غالبا بيقلع صليب من غير ما يحس. اسهل حاجة نلبس صلبان من النوع ده، سهلة قوي لانها خفيفة. انما مثلا صليب الصلاة، الصلاة في واحد يقف مصلوب كده في الصلاة ساعة او اكتر، ده شايل صليبه كل يوم ومهما كانت ظروف ما يبطلش يصلي، يكلم ربنا، لا يقف قصاده سرحان ولا كسل ولا مرض ولا ضيق ولا حر ولا برد. يقول لك اقل حاجة، ما عنديش صليب تقيل، انا هصلب نفسي مع ربنا، هقف اصلي عشاني وعشان الناس وعشان العيال وعشان كل يوم. في واحد عنده صليب الصوم، ما يفكرش بقى الصحة ايه ويزوغ ازاي من الصيام وياكل ايه حلو في الصيام، لا، صوم يعني صليب، صليب يعني تعب، ويصوم كل يوم زي ما الكنيسة تقول. وصية ربنا كلها صلبان، لان وصية ربنا بتخلي الواحد يختار التعب. وصايا كتيرة تخلي الواحد يتعب. من سخر كميلا اذهب معه اثنين. لو دخلت المنطق والعقل تقول لا ما ينفعش، بقى يسخرني يعني يستغلني، واقول له كمان، قول له كمان. هو المسيح لو المجد بنعمل معاه كده بيسامحنا، وتاني يوم نغلط ونرجع نقول له سامحني، يقول طيب بس هي قلبت باستغلال.
بقينا بنستغل رحمته، بنستغل رحمته، وهو يقول طب معلش معلش، ويدينا تاني فرص تانية ورحمة تانية. طب ما نعمل كده مع الناس. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. يتبعني يعني لازم يمشي ورا خطواتي. وعشان كده مهم جدا لكل مسيحي إن حياة المسيح تبقى واضحة قصاد عينه. اللي مش مذاكر حياة المسيح كيف يتبعه؟ هيعرف منين بيتصرف ازاي وبيقول ايه في كل موقف؟ ما كانش حياة ربنا مطبوعة في ذهنه. يتبعه اينما يمضي. والمسيح حياته كلها ما كانش فيها راحة، وكل حياته مليانة اتضاع من ساعة المزود لغاية الصليب. تلاقي الحكاية كلها مفيش كرامة أرضية. مجدا من الناس لست أقبل. حياة ربنا يسوع كلها خدمة، عايش لحساب الناس. يلا هتمشي ورا ولا هتفكر في ايه؟ في آخر الإصحاح كلمة يتبعني دي معلمنا لوقا هيفصلها مع ثلاثة كانوا ماشيين ورا المسيح. كل واحد له طريقة في التبعية في آخر إصحاح 9. لكن هل تتبع المسيح حقا؟ ده سؤال الواحد لازم يسأل نفسه. هل ده منظر واحد ماشي ورا المسيح؟ طب مهتم ليه بالدنيا؟ المسيح ما كانش كده. طب زعلان ليه على الفلوس؟ المسيح ما كانش كده. طب ليه عصبي على طول؟ المسيح ما كانش كده. طب ليه بتدور على راحتك قبل راحة غيرك؟ المسيح له المجد ما كانش كده. طب ليه الخدمة آخر حاجة في تفكيرك؟ المسيح ما كانش كده. لكن يتبعه يعني ماشي وراه منين ما يروح يعمل زيه. وهي دي التلمذة، انك تقلد المسيح، تقلده في كل تصرف. الواحد مش هيقدر يعمل كده الا لما ينكر نفسه ويستعد للصليب. يحمل صليبه كمان، نسيت اقول لكم فيها معنى اصعب كمان. حمل الصليب معناه استعداد للموت. كان ربنا يسوع له المجد حط شرط صعب شوية في التبعية. قال اللي عاوز يمشي ورايا يبقى مستعد يموت عشاني أي لحظة. صعب، يبدو الكلام صعب، إنما اللي فهم إن السماء مستنياه وإن دي سكة الملكوت ده هيبقى متمسك بيها أكتر. لكن يحمل صليبه يعني مستعد يموت. عشان كده بولس الرسول يقول لأننا من أجلك نمات كل النهار. قد حسبنا كغنم للذبح، يعني احنا عاملين زي الغنم اللي بيجروها عشان هيذبحوها. كده كده هنموت عشان، ما كانش النهار ده يبقى بكرة. وكل يوم ساعات الواحد يتهيأله لو جاء زمن استشهاد واضطهاد هيقف بقى ويستشهد. أبدا، أشك إن احنا ينفع فينا حد يستشهد. اللي بيكسلوا على السهر وعلى الصوم وعلى الصلاة، واللي بيفصلوا في محبة الناس، في العشور، في التنازل عن الكرامة، مش قد الاستشهاد. لا مش قد. كل اللي دخلوا على الاستشهاد كانوا قديسين بالمعنى العميق. كانت حياتهم رخيصة قوي بالنسبة لربنا. يقول الكتاب عنهم لم يحبوا حياتهم من أجل ربنا. ما كانش عندهم اكتئاب. دول ما كانوش شايفين ان حياتهم تسوى اي حاجة جنب اللي عمله ربنا. تاني نقول قال للجميع ان اراد احد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلك. يخلص نفسه ببساطة معناها يمجد نفسه. اللي عاوز يريح نفسه، اللي عاوز يمجد نفسه، اللي عاوز يلاقي نفسه في الدنيا دي يضيعها. زي واحد يفضل طول عمره يعمل في ثروة ويعمل في اسم وهو بيضيع نفسه، مش واخد باله. يكتشف كده في الآخر خالص إنه كان بيهلك نفسه. عملت إيه؟
عملت ايه في الاخر والعمر خلص؟ خدت كرامة من الناس، وبعدين ما الناس راحت لحال، دلوقتي انت داخل على ابدية، داخل عملت لها ايه الحكاية دي؟ حضرت لها ايه الابدية دي؟ انت ضيعت نفسك. والعكس، من يهلك نفسه من اجلي يجدها او هذا يخلصها. يعني اللي مستعد يضيع نفسه عشان خاطر ربنا هذا يخلصه. وهنا يحلو لي ان انا اقول لكم في اخر السنة ان المسيحي لازم يوصل قلبه الى مشاعر تكريس. كل مسيحي يبقى حاسس انه ملك ربنا وحق ربنا عليه، انه يعني هو كإنسان يعيش لربنا، حتى لو في نظر الناس هيضيع نفسه. ما هو اللي بيفكر بالطريقة دي بيقولوا له انت بتضيع نفسك، صحتك مثلا يقول له مش مهم انا اقدمها لربنا، طب فلوسك يقول مش مهم، طب تفكيرك، طب طموحاتك، طب يقول كل ده انا عاوز ادير ربنا. يا عم ده جنون ده. وطبعا يطلع واحد يقول له بس ربنا ما قالش كده، طبعا مش مذاكر الانجيل، ربنا قال كده، ربنا قال هات كل حاجة، مش لازم بالمعنى الحرفي بس كل حاجة من جوه. فبيقول من يهلك نفسه من أجلي هذا يخلصه، هذا يخلصه. امتى الواحد يعمل حاجة تعجب ربنا؟ ياما عملنا حاجات بس ايه قشور، ياما صليت وصمت بس ايه عملتها بطريقة يعني أقل كتير من اللي ربنا مستنيه. امتى الواحد يقف موقف زي زكا كده يقول له يا رب ها أنا اليوم نصف أموالي أعطي للفقراء وإن كنت قد وشيت بأحد أرد أرد، نوع من الاستبياع والاندفاع. في نظر الناس يهلك نفسه، وفي نظر المسيح على طول قال له إيه؟ اليوم حصل خلاص لهذا البيت يخلص. قال له أنت لحقت نفسك على الآخر، شاطر يا زكا، عشت حياتك كلها يمين وشمال إنما أنت عملت المفيد، عرفت تبيع نفسك في الآخر، اشتريتها لما بعتها. طول ما احنا مشغولين بحياتنا زيادة وبتأمينات أولادنا وبيوتنا وصحتنا وخايفين ندي ربنا كتير، بنديله كده بالشح بالقطارة، في وعود بالقطارة، وفي تعب بالقطارة، هتلاقوا ان احنا قد نهلك انفسنا. لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله واهلك نفسه او خسر؟ هتستفيد ايه؟ طيب خليك ملك الدنيا كلها والفلوس كلها تجيلك وتبقى تحت رجليك، وبعدين تلاقي نفسك راحت منك، عملت ايه؟ ولا حاجة، ضحكت عليك الدنيا. زي الغني الغبي اللي قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، هذه التي أعددتها لمن تكون. انت ما عرفتش تشتري نفسك، اشتريت الدنيا كلها. احنا ساعات في تعبير كده الناس تقوله لبعض، يقول له اشتري نفسك، اشتري أعصابك، هي نفس المعنى اللي يقصده ربنا، انه انت زعلان مع فلان اشتري نفسك، صلحه وسامحه مهما عمل واشتري نفسك. تكسب ايه لما تاخد منه كل الحق وتبقى خسرت نفسك وخسرت ابديتك وخسرت سلامك وخسرت ربنا؟ اشتري نفسك، اشتري نفسك للملكوت. بص الابعد من كده، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله؟ ساعات تتقال لينا احنا كخدام كمان، يبقى الواحد فرحان ان في ناس جايه لربنا. المسيح يقول له حاس، لو كسبت الناس دي كلها وخسرت نفسك ما كسبتش برضه. فكل اللي بيخدم ومشغول بالناس دي حاجه حلوه، لكن حاس وانت مشغول بالناس ما تنساش نفسك لالا تخسر نفسك وسط الزحمه دي.
لأن من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي ابن الإنسان متى جاء بمجده ومجد الآب والملائكة القديسين. استحى يعني إيه؟ يعني نوع من الخجل أو الإنكار، يعني واحد يتكسف يقول إنه مسيح، أو واحد يتكسف يعلن عن أخلاقه المسيحية. يعني إيه؟ كلهم بيكذبوا، يتكسف يقول ما بعرفش أكذب، يقول هيضحكوا عليا. طب أنت بتستحي بكلام المسيح، ما يضحكوا عليك إنك ما بتكذبش، دي كرامة مش إهانة إنك تبقى ما بتكذبش. ويعني لما لا تستحي بكلام المسيح، تستحي بكلام المسيح، بكلام ربنا، كلام الحق اللي الناس مش قادرة توصله. إنما الناس مش فهماه أو الناس مش مقدراه، دول لأن هم ما يعرفوش ربنا. طب أنت تستحي بربنا؟ أبوه راجل عجوز وعلى قده، فبيبقى إيه؟ يخجل إنه ياخده معاه في حتة، يقول لك بابا هيكسفني، اخس عليك، أبوك اللي رباك وساعدك وعملك تبقى مكسوف منه. ومكسوف ليه؟ عشان طيب؟ انت عاوز تجاري الناس في المناظر والكرامات ومكسوف؟ ده احساس ربنا. لما الواحد يخجل من ان يعلن انه بتاع ربنا، تخجل من ايه؟ ده انت يعني ملك ربنا اساسا. من استحى بي وبكلامي فبهذا يستحي من الانسان. حاجه تخوف، عاوزه ايمان ان في لحظه في الاخر تبقى كل الاجيال كده كشف البني ادم، ملايين من البشر، وبعدين ربنا يقول لواحد انت تبعي تعالى. لحظه جميله جدا لما يقول، ينادي باسمه كده يقول ده ما اتكسفش مني، ده واحد تاني يرفع ايده يقول له لا ما عرفكش ازاي، ده انا مسيحي طول عمري، يقول له لا تكسفت مني في الدنيا، تكسفت من مبادئي، من كلامي، تكسفت من فقري، ربنا يسوع جه فقير، تكسفت من صليبي، تكسفت من المبادئ اللي انا بقولها، حبيت تراضي الناس وتجاري الناس، اتكسفت من مبدأ زي الحشمة لا يقولوا عليك متخلف معقد، ده كلامي أنا ربنا يسوع، يعني كلام المسيح، لا تكن زينتكن الزينة الخارجية لكن زينة القلب الوديع. اتكسفت أنت ما اتكلمت، قلت لا أقول الكلام ده قدام الناس يضحكوا عليا، أنا هلبس على الموت، ما أنت اتكسفت من ربنا ومن كلامه. ساعتها يقول انا كمان معرفوش. عشان كده سلوكياتنا مرتبطة جدا بلحظة لقائنا بالمسيح. اللي حاطت عينه على اللحظة دي حاجات كتيرة في حياته تتغير. كلام ربنا يفرق قوي بين واحد مشغول باللحظة اللي هيقف فيها قدام ربنا وبين واحد الموضوع ده مش شغله. لو الواحد دايما في دماغه لقاء المسيح اللي جاي على السحاب مع الملائكة القديسين في مجد عظيم جدا، يعيش حياته كلها عشان اللحظة دي، ويظبط نفسه تمام عشان اللحظة دي، وساعتها اللحظة دي تبقى يعني لحظة مجد وفرح وبهجة لا تنتهي. إنما اللي ناسي بقى القصة دي ولغيها من تفكيره وحساباته، كل اللي يهمه نظرات الناس وإعجاب الناس وكلام الناس، وخسر اعتراف ربنا بيه. كمان هنا إعلان من المسيح إنه يأتي في مجده مع ملائكة قديسين، أو ملائكة وقديسين في إنجيل آخر. في ناس بتستكتر علينا إن يكون لنا علاقة بالملائكة والقديسين، ده المسيح يوم القيامة، يوم مجيئه مش هيجي لوحده، هيجي بزفة سماوية عشان نلتقي احنا والسماويين مرة واحدة.
ازاي ما كلناش لقاء وعلاقة بيهم؟ ده هم دول اللي مستنيننا في السماء. يقول عنهم بولس لا يكملوا بدوننا، احنا نكملهم، احنا هنكملهم عشان نبقى كنيسة واحدة في السماء الى الابد. فاللحظة دي فيها ملائكة وفيها قديسين، لما كنتش هتبقى خجلان من ربنا؟ مش خجلان من العدرة اللي ياما وقفت معاك، امك الغالية دي اللي كل صيام توعدها بحاجات وما تعملش، صلواتها وشفاعاتها؟ ده الواحد يتكسف، كسف من ماري جرجس اللي يمكن انت كنت بتحبه في يوم من الايام، ويمكن عمل معاك معجزة يوم ما تقابله بقى. ماري مرقص اللي دخلت كنيسته وسمعت فيها وناولت فيها وعرفت ربنا فيها، يعني اللقاء لقاء بالمسيح مع قديسيه مع ملائكته، لقاء جميل قوي. انما مين بقى مستعد للقاء ده؟ ده هيبقى لن يستحي ابدا بكلام المسيح ولا بالمسيح له المجد. حقا اقول لكم انه من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. لان الناس مستبعده قوي فكره ان المسيح جاي على السحاب وان في نهايه للكون ده. ربنا يسوع قال لتلاميذه، اقول لكم منكم ناس قبل ما هيموتوا هيشوفوا اللي انا بقوله، هيشوفوا عينه، هيشوفوا ملكوت الله وقد اتى بقوه. اغلب الاباء ربطوا الايه دي بايه؟ على طول بالتجلي بعدها على طول، لان التلاميذ شايفين المسيح غلبان فقير. ايه تاتي على السحاب في مجد الاب ومع الملائكه والقديسين؟ معلش احنا اتفقنا، فارجو الناس تراعي الكلام. بعد كده هنضطر ايه نفتش واحد واحد على الباب قبل ما يدخل يطفي الموبايل قصاد عشان التشتيت. بس لما حصل التجلي هيشوفوا دلوقتي، هم شافوا المجد اللي ما كانوش شايفينه، طلع المسيح الغلبان البسيط اللي وسطيهم ده في نظرهم، يعني هو ربنا له المجد. جاي له موسى اعظم الانبياء وايليا اقوى الانبياء معطين راسهم تحت ايديه، اتكلموا معاه بمنتهى الخشوع. هما ما كانوش مستوعبين ده. قال لهم طب منكم قبل ما تموتوا كده ناس هتشوف الملكوت اللي انا بتكلم عنه اللي انتوا لسه مستبعدينه ده وشايفينه حاجه يعني خياليه؟ لا دي حقيقه. فعمل لهم التجلي. لكن كمان المعنى ممكن يمتد علينا كلنا، من القيام ها هنا يعني واحنا على الارض قوما انتوا بقى لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. يعني ايه؟ صحيح ان هنشوف الملكوت في مجده بعد ما نقلع الجسم ده ونخرج من الجسد، انما فينا ناس ممكن تشوف الملكوت من دلوقتي. الانسان اللي يدخل في عمق العلاقة مع ربنا ويحب ربنا قوي هيتمتع بحاجة، يمكن يدوق السلام السماوي، ما هو ده الملكوت، يبقى عنده سلام يفوق كل عقل. يمكن يشوف رؤى وإعلانات زي ما شافوها قديسين كتار. يمكن هو في القداس يحس إنه في السماء فيقول أيوة أنا فهمت يعني إيه من هنا هنشوف الملكوت، أنا حسيتها وأنا جوه القداس، أنا واقف قصاد المسيح والملائكة حوالي. من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. يعني ربنا بيقول لأولاده أنا هدوقكم الملكوت من هنا عشان تتحمسوا شوي، هدوقكم طعم السماء من دلوقتي عشان تتشجعوا، عشان ما تفتكروش إنه كلام نظري. لا مش نظري، عشان لما أقول لكم أنا جاي على السحاب تبقوا متأكدين إنه في سحاب وفي مجيء تاني وفي دينونة وطاروا ملكوت الله وقد أتى بقوة.
بعض المفسرين فسروها على أنه قوما من اليهود أخيرا يؤمنوا ويذوقوا الملكوت. يعني بعض المفسرين فسروها كده لأن اليهود هم اللي كانوا بيسمعوا الكلام ده في الوقت ده وكانوا رافضين. قال لهم معلش هيفضل منكم بقية تؤمن في الآخر. بعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد إلى جبل ليصلي. يا ريت حد فيكم بقى شاطر يرجع يقرأ من أصحاح 1 ويدور على كلمة صلاة عشان نطلع إزاي إنجيل لوقا ده إنجيل الصلاة وإنجيل الخلوة بالذات. بعد 8 أيام خد عينة بطرس ويعقوب ويوحنا. وهتلاحظوا في إنجيل تاني قال بعد 6 أيام. وهنا تلاحظوا أنه يجوز الرقمين مع بعض. دي من الغلطات اللي يمسكها واحد من اللي بيدوروا على الغلط في الكتاب. يقول لك بس في غلط اهو. إنجيل قال بعد 8 أيام وإنجيل قال بعد 6 أيام. أولا لوقا قال بنحو 8 أيام. كلمة نحو يعني إيه مش دقيقة أو. ثانيا لو أنا قلت لكم إن شاء الرب وعشنا الثلاث الجاي. النهاردة الثلاث. ممكن واحد يطلع يقول أبونا قال بعد 6 أيام وممكن حيا واحد يقول أبونا قال بعد 7 أيام وممكن واحد يقول حتى في اليوم 8. لو حسبت النهاردة وحسبت آخر يوم بقوا 8. لو ما حسبتش النهاردة وآخر يوم بقى اللي في النص 6. فالحقيقة ما حدش غلط ولا حاجة. إنما كل واحد عبر بطريقته. هي دي بقى المفارقات اللي بينبشوا حواليها الجماعة بتوع النقد الكتابي. فما تتكلموا في حاجة مفيدة. هي دي اللي يعني هتغير موضوع الكتاب كله. إزاي بقى؟ إنما الاختلاف هنا يؤكد إن في كل رسول كان بيعبر عن اللي شاف بطريقته ولكن مساقا بالروح القدس. ويقول خد بطرس ويعقوب ويوحنا. هختم بالآية دي ما تقلقش. وصعد إلى جبل ليصلي. ربنا يسوع كان يحب أوي يصلي. مع أنه يا رب أنت يعني لا تحتاج لصلاة زينا. لكن كل شوية يسحب تلاميذه وياخده جنبه ويصلي. أهم عمل نعمله في العمر كله هو الصلاة. صدقوني. ومش هنكتشف الحكاية دي كويس غير لما نوصل للسماء. بس هيبقى توليت بقى. هيبقى تأخر. لكن القديسين قالوا لنا كده. قالوا لنا أهم عمل في العمر كله هو الصلاة. عشان كده يا ريت واحنا داخلين على نهاية السنة نوعد ربنا ان تكون السنة الجاية سنة صلاة. لانه كلنا جربنا ان الصلاة بتحل كل المشاكل. والصلاة بتدي سلام. والصلاة بتقرب من ربنا. والصلاة بتعمل كل حاجة حلوة. ومع كده بنهرب من الصلاة ونفاصل. لكن يعني الواحد يبقى داخل على رأس السنة يقول له رب نفسي السنة الجاية تبقى سنة صلاة. عاوز أوصل إن أنا أقول مع داود النبي أما أنا فصلاة. يعني لو حللوه كده يطلع صلاة. ما يطلعش حاجة تاني. كل حاجة في حياته صلاة. كل شغله الشاغل الصلاة. بيأكل ويشرب عشان يقوم يصلي. عايش عشان يصلي. فهنا بيقول خد بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع على جبل ليصلي. طب هو لازم جبل؟ معلش ما هو الجبل هيدي طعم للصلاة أكتر. لما الواحد بيطلع لفوق بيصلي أحلى. يطلع لفوق يعني إيه؟ يعني الدنيا تصغر. كل ما الدنيا صغرت في عينيك كل ما قابلت ربنا أكتر وحسيت بيه أكتر. إنما طول ما أنت بتصلي من تحت هتدغل العينيك العربية الشيك دي والعمارة الكبيرة دي والفلوس دي وعمال مبهور بالناس ومشتت بالناس. لازم الواحد يطلع شوية. وده برضو يعلمنا مبدأ التجهيز للصلاة أو الاستعداد للصلاة. واحد من القديسين يقول ايه كل ما تيجي تصلي خد بطرس ويعقوب ويوحنا واطلع. قالوا له يعني ايه؟ قال خد الايمان معاك والمحبه بتاعت يوحنا والرجاء بتاع يعقوب واطلع. اطلع بره الدنيا.
يعني ايه؟ راجع انك تؤمن ان ربنا هيسمع لك، وتأكد ان قلبك مصالح الناس كلها زي يوحنا اللي بيكلمك المحبة، وخليك مع يعقوب متعلق رجائك انك هتدخل السماء. وبالافكار الحلوة دي اطلع بقى، اطلع يعني ايه؟ يعني انسى الدنيا وخلي كل العالم وراك، واطلع على الجبل عشان تصلي. الصعود الى الجبل ماذا يمثل في حياة كل واحد؟ مش لازم يبقى حاجة حرفية، لكن في واحد قبل ما يدخل يصلي يقعد هادي كده، يطلع بأفكاره لغاية السماء عشان يقابل ربنا، يرتفع عن الأرضيات والشهوات والاحتياجات يبقى عاوز كده يتخيل وهو في السماء مع ربنا والقديسين هيقضوا الوقت ازاي، هيحكوا في ايه. أخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد إلى الجبل ليصلي لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدين.